سؤال ثالث، مسألة التوازن أو إحداث الموازنة أو المواءمة بين حقوق الزوجة والأم. ده مهم، ويقع كثير من الناس في هذا الخطأ الشائع، انه احيانا يميل الى الام على حساب الزوجة فتشعر الزوجة بالظلم والقهر، واحيانا يميل الى جانب الزوجة فتشعر الام بالندم انها قد انجبت هذا أنجبته. الولد وكبرناه وعملنا وزوجناه وبعد ذلك لا أضرره يراعي لنا. حقوق الام، وده خطأ. طيب ازاي نوازن بين الاثنين؟ وازن بين الاثنين باني احسن معاملة امي واحسن عشرة زوجتي. ازاي؟ لما اجد ان امي يعني متضايقه شويه من موقف معين، لا اشعرها بانني في جانب زوجتي، تمام، ولكن اريحها نفسيا بكلمات تطمئن قلبها انني ابنها البار. ثم بعد ذلك افهم زوجتي ان هذه سيده كبيره في السن وانها في مقام والدتك وكذا وكذا، ولو ان والدتك اللي عملت كذا كنت هتتحمليها، فيجب عليك ان تتحمليها كما تتحملي امي. نعم. تمام. طيب اذا ما وجدت ان الزوجه هي اللي غضبانه، اعمل ايه؟ اطمئن قلبها بكلمتين واشعرها بانني الزوج الحنون الذي يحميها ويرعاها وكذا وكذا. وبعدين اذهب الى امي واقول لها اعتبريها ابنتك، ولو ان ابنتك عملت كذا لكنا تحملناها. وهذا يعني ايه من الخطأ الذي وقعت فيه لصغر سنها مثلا، او لانها ليست لديها الخبره الكبيره التي توفرت عندك. وبكلمتين حلوين للأم خلاص الأمور إيه تنتهي وهكذا. والذي يساعد الزوج على هذا أن يكون بارا بحماه وحماته على فكرة. وهذه قدم مسألة السبت، قدم السبت عشان صحيح، الحد يعني. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. صحيح. لو إن الزوج بيعامل أبو زوجته وأم زوجته معاملة حسنة طيبة، سيجد إن زوجته بتعامل أبيه وأمه نفس المعاملة وربما أفضل بغير طلب. صحيح. ولكن أطلب من زوجتي إن هي تكون طائعة لأبي وأمي وفي خدمتهما، وأنا لا يعني لا لا يعني أهتم بأبيها أهتم وأمها. بأبيها ولا أمها ولا أقيم لهم وزنا، فمن أين يأتي هذا؟ لكل فعل رد فعل. عايز زوجتك تكون مطيعة لوالدك ووالدتك، خليك أنت كمان بر بأبوها وأمها. لما هي هتشعر بهذا تلقائيا بغير طلب ستكون طائعة لأبيك وأمك. ولعل المنطلق أو قوة الدافع في المسألة ديت إن هو يكون بار بأهل زوجته، مش مصلحة المنفعة يا دكتور. أبدا يعني مش مصلحة هو لو منفعة ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى فكرة إن هو يحسن لهذا الرجل وهذه السيدة على فكرة. وهو كأنهما والداه بالفعل، أعتقد إنه أيضا لها أجر وثواب وهو عند لن ربنا يعني. يستطيع أن يكون بارا بأبي زوجته ولا أمها إلا إذا كان متعودا على البر بأبيه وأمه. يعني اللي متعود على البر بأبيه وأمه هو هيجد نفسه تلقائيا بار بأبو زوجته وأمه. فيقينا من يبر والديه هيبر أهل بالتأكيد زوجته يعني. بالتأكيد إن شاء الله. نعم. طيب.